كانت مبسوطة جدا بالحياة معاه، وهو كمان كان مبسوط بالحياة معاها. اتجوزوا وقعدوا مع بعض لأكتر من سنتين. الكل كان بيحسدهم على الحياة السعيدة والاستقرار اللي هم عايشين فيه لغاية ما خلفت المولود الأولاني. ومجرد ما خلفت الطفل اكتشف حقيقة كانت صدمة بالنسبة له وبالنسبة لكل اللي هيسمع قضية النهاردة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة. طول عمرنا اتربينا وكبرنا على إنه الشغل مش عيب، وأيا كان المجال اللي بتشتغل فيه ما يقللش منك أبدا طالما إنه شغلانة شريفة وما بتعملش أي حاجة تأذي الغير أو تاخد أي حاجة من حد هي مش حقك. بطل حلقة النهاردة ما كملش تعليمه وكان مستواه الثقافي متوسط وعلى قده، مع ذلك كان بيعرف قوي الحلال من الحرام وكان بيشتغل شغلانة شريفة وهو عامل باليومية. ربنا يبعت له أي شغلانة في أي مكان كان بيروح يشتغل بيها باليومية، سواء بقى يشتغل ورا بنا ورا مبيض محارة، يشتغل حتى نقاش، يشتغل يطلع طوب، يطلع زلط، يطلع رمل. المهم كان معروف في وسط أهله أنه جدع وابن ناس ومحترم. لما فكر انه يرتبط كان ذكي الى حد كبير قوي ومرضاش يتجوز او يروح يتقدم لواحدة ممكن تكون تعليمها مختلف عنه او افضل منه شويتين. راح بص لبنت من طوبه وقربته، وهي بنت خالته. خالته كانت بتحبه وهي اللي كانت مربياه وعارفة كل حاجة عن تفاصيل حياته. بنت خالته برضه زي ما بيقول ما كانش فيه خلاف ما بينهم، لأنه هو أو اختلاف ما بينهم لأنه ما كملتش تعليمها ومستواها الثقافي والتعليمي قريب منها جدا، وهي كمان كانت بتحترمه وبتحبه. بعد قصة حب دامت لسنوات قال لخالته: بص يا خالتي بقى، خلاص انا عايز اتجوز بقى ونتلم ونقعد في بيت وساعديني، وانا عامل جمعية ومعايا قرشين وهنأجر شقة ونقعد في المستوى الفلاني. الست كمان رحبت، وشوية منها على شوية منه على شوية نقوط على شوية جمعيات، واحنا عارفين كلنا الزواج في مصر مهما كان المستوى الاجتماعي على قده برضو مكلف ومرهق جدا. الولد لم نفسه واتجوز بنت خالته اللي كان بيحبها. كانوا الاتنين مبسوطين وعايشين في حالة استقرار بيحسدوهم عليها كل القريبين منهم بشهادته وبشهادتها هي كمان. النهاردة بعد حوالي 4 سنين من الزواج في محكمة الأسرة، البنت واقفة قدام حبيبها وجوزها وأبو طفلها علشان تتهمه وتتسبب في سجنه شهر بتهمة تبديد قائمة المنقولات وإنه ما بيدفعش نفقة ابنه ومصاريف ابنه. تخيلوا لما يتحول الحب والارتباط والمودة والسكينة والارتباط الرسمي والحسد من المحيطين انه الاتنين يقفوا في المحكمة قصاد بعض قدام القاضي، هي تقول فيه اللي فيه واللي مش فيه، وهو كمان يقول فيها اللي فيها واللي مش فيها، او يقول عليها اللي فيها واللي مش فيها. سبب انه مجرد ما البنت خلفت، هو بيقول ان خالته اللي في مقام امه كانت بتشتغل في صالون او بتشتغل في مركز تجميل، بعد فترة من شغلها خالته دي تزوجت من راجل من جنسية اخرى وكان راجل ثري وبيصرف عليها كويس. بعد الست دي ما تجوزت من الراجل الثري اللي مش مصري ده، بدأت تبص لابن اختها بصة مش لطيفة يعني، وبدأت تلعب في دماغ بنتها وتقول لها اطلبي منه كذا واطلبي منه كذا واطلبي منه كذا، هو ليه مش بيعيشك، هو ليه مش بيجيب لك، يا ست ما انت متجوزاني وعارفة ظروفي ان هي على قدي، لا مفروض تجيب لي كذا وكذا وكذا. بدأت الخلافات تنشب ما بينهم بسبب زيادة مطالب البنت على جوزها اللي عارفة ان هو عامل باليومية.
الخلافات زادت لغاية ما غضبت وراحت قعدت عند أمها في العز والنغنغة اللي هي عايشة فيها. زادت الخلافات، طلبت منه الطلاق، قال لها انت جاي تطلبي الطلاق امتى؟ انا عندي منك ابن، انت عايزه ابني يتربى بعيد عني في حضن راجل تاني؟ انا عارف اللي وراكم، وانا عارف ان امك عايزه تطلقنا علشان تجوزك واحد زي اللي هي اتجوزته. امك عايزه تبيعك وتبيع جسمك علشان شويه فلوس، عيب كده ارجعي لبيتي. فكانت النتيجه انه راحت رفعت عليه قضيه تبديد منقولات، ورفعت عليه بقى سلسلة القضايا اللي حضراتكم عارفينها لما الست بتنوي ان هي تروح تسيب الزوج. طبعا حكمت ليها المحكمة بالتفريق بسبب طبعا المحامي اللي معاها والأسباب اللي هي أبدتها، واستحالت العيشة ما بينهم للأسباب الخاصة بيها واتطلقوا. ما زالت سلسلة القضايا المرفوعة منها مستمرة، لأن هي بتطالبه بنفقة كتير على دخله علشان ابنه، والبنت راحت بتستعد زي ما هو بيقول للزواج من راجل تاني، ومع ذلك مش عتق الراجل ده علشان تطلب منه نفقة للطفل وليها طبعا زيادة عن تحمله هو وزيادة عن دخله كعامل باليومية. أتمنى من كل السادة المتابعين، الطمع وحش، ولو كان السبب اللي هيفرق ما بينك وما بين الراجل في المرحلة اللي انت فيها دي موضوع الفلوس، انت متجوزة الراجل ده وانت عارفة دخله، ومتجوزة الراجل ده وانت عارفة مستواه الاجتماعي ومستواه المادي ومستواه اللي هو هيعيشك فيه، طيب ليه بتتمردي بعد شوية؟ ليه بتراعي عيشة الناس؟ ليه بتبصي لعيشة غيرك؟ اللي بيراعي عيشة الناس بتحرم عليه عيشته، والطمعان دايما في النهاية ما بيحصلش أي شيء. أرجو أنه كل راجل عارف أنه مش هيتحمل نفقات الزواج بلاش تدخل التجربة وتحط نفسك بين فكي التمساح زي ما بيقول. أرجو من كل ست عارفة ان الراجل اللي جاي لها ده مش هيحقق لها طموحاتها المادية، لو هي عندها تطلعات وطموحات مادية بلاش تظلمه وتظلم نفسها. الزواج شرع علشان يكون مودة ورحمة، والاتنين يتكاتفوا مع بعض ويواجهوا الحياة، مش كل طرف من الطرفين يتحول الى طرف صراع مع الطرف الاخر ينغص عليه عشته، سواء الراجل لما قبلتي انه يدخل حياتك أو حتى الست لما أنت قررت أن الست دي تدخل حياتك. في حاجات كتير في حياتنا محتاجة إعادة النظر، محتاجة أن احنا نفكر فيها من تاني، وأول المشاريع دي هو مشروع الزواج. نظرتنا للزواج محتاجة إعادة نظر مرة تانية علشان ما يجيش يوم من الأيام نلاقينا احنا الاتنين واقفين قدام القاضي وكل واحد بيقول في التاني اللي فيه واللي مش فيه. شكرا لحضراتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من المحاكمة. دمتم بخير، على السلامة.